بيت ام درويش وتاكد. بس ان شاء الله ما تطلع لي هاي الحرباي ام درويش، تضرب هي وهالصوت العين تطرق. غريبة، ما حدا عم يرد، وين راحوا؟ هذا اللي صار، قولوا له لطف الله. الله لا يقدر، الله يحميك يا رب، هي جزات المعروف اللي عملته معهم. يعني أنت مالك زعلانة؟ لا، معقولة أنا أزعل؟ الحق ما بينزعل منه. الله يخلي لنا إياك، هدول الحق عليهم، صهري وابني جدبان، ما بيبطلوا عمايله المعدة، شو بدي أحكي؟ بس معلم طيفور إلي عندك طلب. لك ولو؟ أنت بتموني، أمري أمر. ما يأمر عليك ظالم، بدي إياك تسامحهم وتعفي عنهم هالمرة. معلشي، أنت قلبك كبير وبيضلوا أولادك. ولك تكرمي أم درويش، غالي وطلب رخيص. إن شاء الله من بكرة الصبح رايح روح أسقط حقي عنون. حاكم أنت إلك معزة خاصة يا أم درويش. كتير، منشان هيك رح تتجوزت أم زكي وتركت أم درويش. حدا بيبدل غزلان وبقرود؟ عم تحكي عن جد ست ام درويش؟ شو شايفني عم بمزح يا معلم طيفور؟ لكن يا حسرة، شو الفايدة؟ أنا الحق علي، ما فهمت عليكي من أول. أول ما شفتك دخلتي قلبي، قلت هي ام درويش يمكن ما توافق تتجوزني. بس شو بدي أعمل؟ هذا اللي صار. على كل ما صار شيء، كل شيء بيتعوض. بيتعوض؟ شو بتقصد؟ قصدي يعني شو رأيك نكتب الكتاب ونتجوز ونتوكل على الله ومنعوض كل الأيام اللي فاتت؟ عدم المؤاخذة، إذا ما عجبك اقتراحي بسحبه. لا بالعكس. شو عم تفكري؟ بس أنت متجوز. إيه شو عليه؟ الشرع سمح بأربعة. إيه أنا إلي شرط. شرطي؟ شرطي على كيفك؟ أنا بضل ساكنة ببيتي. ولو انه شرطك صعب شوي، بس خلاص اتفقنا، نكتب الكتاب. لا خليني افكر وبعدين انا برد عليك الجواب، لانه انت فاجأتني. ايه على راحتك. طيب بخاطرك هلا. مع السلامة مهونة، الله يحفظك. يا سلام، اذا زبطت هالجوازة منكون قشينا بيتين فرطقة. يا دار ما دخلك شر، البس الجاكيت وتهون، حاجتنا الرزقه اجتنا على بارد الماء. امي طمنيني، لقيتي للمعلم طيفور؟ ايه لقيته. ايه وزكي شو اخباره؟ عم تسأليني على زكي ومو هامك أخوكي؟ لا أمي، أنا قصدي أسأل عنهم هن اثنين يعني. استني شوي، خليني بس ألقط نفس لحتى أحكي لك. شو رأيك طلع ابني من السجن؟ لبكرة لبكرة. لا أني ما سقطت حقك عنه؟ طبعا، شلون لك؟ يوم لك ليش لبكرة؟ عم تسأليني إلي؟ شو بيعرفني؟ هيك قالوا لي، قال الإجراءات ما بتخلص لبكرة. اتكسرت رجلي وأنا عم بفتيل مشان خلص لك ابنك، مت من جوعي. شو شايفك ما عم تاكلي؟ شو قصتك؟ قول أنت وتهنى، ما عم بحسن، ما عم بحسن دوق اللقمة. عم فكر بابني المسكين، يا ترى شلون عم ينام؟ شلون عم ياكل؟ شلون عايش؟ ضيعته هالحرباية هي وبنت، الله لا يوفقون. لا تاكلي هم، بكرة إن شاء الله بيكون طالع. إن شاء الله، الله يسمع منك. ابن عمي، شو رأيك نروح نزوره أنا وياك؟ شو هالحكي؟ أنا أروح على السجن؟ لا ما حذرت منوب، ما أحلاني والله بعد هالكبرة فايت على السجن ورايح على المخفر. لا بدي يصير مضحكة قدام العالم؟ ما حذرت منوب، أنا ما بروح على السجن. صدقني يا رجال ما فيها شيء، بعدين هدول مثل اولادك والمسامح كريم، اذا مو مشانك مشاني انا. انت على عيني وراسي. يسلم راسك. هلا خلص الدوام، ما بقى حدا يستقبلنا، بكره ان شاء الله طالع لك اياهم، لا يكلك فكري، لا تاكلي هم، لا تاكلي هم.
هلا معقوله امي زكي ودرويش بدهم يضربوا للمعلم طيفور؟ اكيد هذا عم يفتري عليهم، ما في مجال. مو معقوله امي هالحكي، طيفور ما بيفتري على حدا، طول عمره ضاببهم تحت جناحه، بس جوزك واخوك ما قعدوا عاقلين. شو امي؟ شايفتك كثير عم تدافع عنه للمعلم طيفور. لا امي، انا عم دافع عن الحق. يعني هلا زكي واخي بدهم يضلوا بالسجن؟ لا امي، وعدني المعلم طيفور انه رح يطالعون من السجن ويسقط حقه. والله هالمعلم طيفور ما في منه، محترم كثير. طيب ماما، خلينا نقوم نروح نزوره نطمن عليهم. يا امي يا امي، طولوا كثير، ليش ما جابوهم لهلا؟ هلا بيجيبون امي. على كل حال احنا ما لنا رايحين لحتى نشوفهم. درويش. اهلين اهلين امي، اشتقت لكم. عم يبوسيلي درويش. منيح اللي جيتوا، اشتقت لكم كثير انا. شلونك بدريه؟ بردي شلونك انت، شو اخبارك؟ منيح، يمكن منيح، والله ما بعرف. شلونكم انتو؟ وينو زكي؟ ليش ما اجى معك؟ زكي؟ زكي عند خالته. شو اخذ زكي هلا لعند خالته؟ عند خالته تحت. شو عم تحكي انت يا درويش؟ انا هلا ما عم بمزح معك، وينو زكي؟ يو علينا، ليش هيك ما عم تصدقيني بدريه؟ عم اقول لك عند خالته تحت. لك ابني زكي ما عنده خالات، شو هالحكي اللي عم تحكيه هاد؟ بعدين احنا طالبينكم انتو اثنين، ليش ما اجى معك؟ صهرك شيلي ايدك منه، مو تمام التمام. شو هالكبه؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ حاجه بقى، قلنا وينه؟ تحت بالابو، حطوه بالمنفرده. ولي على قامتي؟ ولا شو المنفرده؟ ليش شو عامل؟ صاير عم يعمل مشاكل لانه عاقبوه وزتوه تحت. على فكره هو اللي ضربه لطيفور. ها معناها انت اكيد عم لك شي فتاشة ملازاء بظهره لحتى حطوه بالمنفردة. خرزم لي بدرية، لو ما كنت بالسجن هون كنت ادحتك كف وستيتك برات السجن، فهمتي؟ انا اخلاقي حميدة، سألي الشرطة عني. امي يعني ما رح نقدر نشوفه لزكي هلا؟ مستحيل يا امي، لا تعذبوا حالكم، لانه لبين ما يطالعوه من الابو بدهم للمساء. طيب مبين امي رح تخلص الزيارة، يلا بدنا نمشي نحن. خذ تقبرني. هي الأكلات. يسلم والإيدين. والله خفت عليك ولا تموتوا من جوعكم. يلا أمي خاطرك. الله معك، مع السلامة. صحيح تذكرت، المعلم طيفور بكرة بده يسقط حقه. حلو. خلصت الزيارة. جايين أخي جايين. خاطرك أمي، سلم لي على زكي تقبرني. الله يسلمك، تيسروا. درويش تقبرني إن شاء الله. طعمي معك زكي، مو تاكل من لحالك. خلص ولا يهمك، بدي يلا طلعي خلصيني. خاطرك. جبل آدم وجبل حواء وجبل هاي، قال وش من طلبة السمراء يا زكي؟ لك من يا زكي بلا بطيخ، خلا بيرزعونا على المنفردة انت التالي. شرف صاحبك. سواد هدول شوية أكد جابت لنا ياهم أم درويش وبدرية. عن جد عم تحكي؟ عن جد عم بحكي، عن مزح لك. بدونا ما سألتك عني. امبلا سألتني عنك، قلت لها اخذوه لتحت عن منفردة لأنه مشاغب وأخلاقه مو تمام. ولك اخص علي اخص علي، أنت من يوم يومك ما بينشد الظهر فيك واحد نمام. أنا؟ إيه أنت، يعني ضروري لو تسوي هاي اللوحة قدام مدرية. شو بدك يعني أعمل؟ يعني بدك يعني أكذب؟ لك أحكي عيط، يلا بطلت تعرف تكذب أنت الثاني. شوف من يوم رايح لا تحكي معي ولا بحكي معك أنا بنوم، كل المشاكل من تحت راسك. خلص يا عمري انت ويا شو بكون؟ يعني ضاعت ولقيناه وما في داعي توصل بيناتكم للشيطان الرجيم، انتوا رفقالك شو بكون؟ ما شفت اصلا سوى سمعتي قدام مرتي وقدام حماتي. شوف زكي، يظهر انت المنفردة ما ادبتك، انا قايم نادي للشرطي خليني رجعك لهني. لك لا لا يا شرطي، دخيلك 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 بوش ايدك، خلص التوبه ما عاد عيدها. ماشي الحال يا زكي، انا بارجيك. طول بالك يا عمري، خلاص انا بكفله. تكفله؟ ايه. حط ايدك على شواربك. ها رضيت؟ ماشي الحال. اكيد اكيد ماشي الحال. يا اخي تاني الخوف بخوف، اوعكم اوعى حدا يغلط معي غير بالمنفردة ما بقعده. لك بنتي شبكي؟ وقت ما رجعنا وانت قاعدة لحالك وزعلانة وحاطة الحزن بالجرن، شو ما حدا انحبس غير جوزك لك امي؟ قومي حبيبتي قومي، الله يرضى عليكي، غسلي وشك كلي لك لامي، قومي. مالي حسنانة؟ شو هالحكي امي؟ قومي الله يرضى عليكي، قومي حبيبتي قومي. تعي 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 حبيبتي تعي.
مري ما يمر عليك ظالي. بدي اسالك شو صار بهدول المكاري اللي اشتريته؟ ما صار فيهم شيء، واقفين. شو السبب؟ ما لهم شفريه. طيب شوف لك شيء اثنين يشتغلوا عليهم احسن ما لهم واقفين. لنشوف هالكم يوم يا منبيعون يا منشغلون. انا وانتي يا سمراء والحب مدري وين صرنا وطار حلمي فستقي ولك يا ريت الدنيا ساعة ونحنا عقربين تاكل ساعة بقلب ساعة نلتقي. لا شو بكم يا شباب؟ قلت لكم خلص بكرة أنا طالع من السجن ورايح لعن طيفور بك، استسمحوا يرجعكم على الشغل؟ لا، اوعك سليمة، نحن ما بقينا نشتغل مع طيفور نهائياً. ليش حتى ما نشتغل مع طيفور نهائياً؟ لك أخي قليل اللي سوا فينا، ما شفت نزعنا مستقبلنا يا أخي. شلون يعني نتزع مستقبلنا؟ لك مو فوتنا على السجن، صرنا خريجين حبوس ما عاد حدا يشغلنا. كمل أبو السلم كمل. عن جد عم تحكي أمي؟ ايه امي عن جد هذا اللي صار. ايه وشو قلتي له انتي؟ قلت له اتركني فكر، بس بيني وبينك امي انا يعني حابة اخذ رأيك. شو رأيك انتي؟ هلأ امي بعد ما ضيعتي عمري؟ بالعكس يا امي هلأ احسن لانه انتو صرتوا كبار. ايه امي بس طيفور متجوز حماتي. شو علي يا بنتي؟ يعني حماتك الأولانية وأنا الثانية؟ صراحة أمي أنا هذا الموضوع ما عم يفوت براسي، وبيني وبينك بلش يسكر عداد مخي. بدكم مني شي سيدي أنا رايح؟ لا ما عاد بدنا شي، نحن اليوم بنطالعهم بعد ما ناخذ اليوم تصاريح. شكرا سيدي. الله السلام الله. عليكم. مع السلامة. لحظة لشوفها إذا هون ولا لا. أمي أنت هون؟ يو وين بدي يكون لك؟ مين؟ المعلم طيفور على التليفون. معلم طيفور؟ طولي بالك. ألو معلم طيفور؟ أهلين كيف صحتك؟ ولك اشتقت لك يا روحي، دخيل الصوت الناعم اللي انعم من متور المازوت. صورتك ما عم تفارق خيالي. بفتح الطبون بشوفك قدامي، بصلح البواجي وبفكفكها بتطلع ايدي من الكهرباء من بين البواجي. ان شاء الله ان شاء الله. لك شو؟ غيرت رايك مدرويش؟ اه؟ لا يو، شو غيرت رايي؟ بس يعني هلا قصدي يعني هلا مو وقت هالحكي. ايه نحكي بعدين. خلص خلص نحكي بعدين. بدي اسالك شو صار بشو اسمه بابني درويش وصهري زكي؟ ليش ما وصلوا لهلا؟ إيه انا كرمال عيونك الحلوه رحت بنفسي وطالعتهم. ان شاء الله منرد لك اياها بالافراح يا رب. الحمد لله على السلامة. أوه يا ما دبكوا برجليها.